وزارة الصحة تعلن انطلاق أول رحلة جوية إلى جمهورية الصين الشعبية لتوريد اللقاح الصيني الخاص بمعالجة وباء كورونا. الوزارة أشادت بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية خلال تطبيق إجراءات الحظر الوقائي. أقلعت الطائرة العسكرية العراقية متوجهة للصين لكي تجلب معها الوجبة الأولى إن شاء الله خلال يوم أو يومين، الوجبة الأولى من اللقاحات، وبعدها تباعا ستصل من سينوفارم الصيني وأسترازينيكا من خلال كوفاكس، وكذلك إن شاء الله بعد إتمام كل المتعلقات القانونية بلقاح فايزر. بالنسبة لمستوى الالتزام بكل صراحة، اللي لاحظناه من خلال الجولات الميدانية للسيد الوزير في بغداد والمحافظات، أمس كان في الأنبار وقبلها في جانبي بغداد كرخور وصافة، وكذلك كل دوائر الصحة أشرنا مستوى التزام أفضل وتفاعل أفضل من تجربتنا السابقة المريرة حقيقة مع تجربة حظر التجوال الجزئي أو المناطقي أو الشامل. فيما أكد مدير صحة بغداد الرصافة استعداد جميع المشافي والمراكز الصحية على استيعاب جميع حالات الإصابة بوباء كورونا، مشيرا إلى تعافي أعداد كبيرة من المصابين ووجود أسرة شاغرة في عدد كبير من مشافي جانب الرصافة في حال ارتفاع أعداد المصابين. هذه المراكز على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة المرضى المصابين وكذلك حتى الحالات المشتبه بها، موجود أطباء مدربين وملاكات صحية وتمريضية ومختبرية وإدارية. الحمد لله احنا اليوم في هذه الجولة لاحظنا اكو تحسن كبير في حالات المرضى، صح اكو عندنا حالات حرجة ولكن اكو تحسن كبير من خلال البروتوكولات العلاجية المتميزة اللي قام بها علمائنا وأطبائنا، وكذلك السعة الاستيعابية لمؤسساتنا قادرة الحمد لله لحد الآن على استيعاب الأعداد الكبيرة. عندنا في مركز الحياة هناك أسرة شاغرة، في مستشفى ابن الخطيب أسرة شاغرة، في مستشفى العطاء حتى في هذا المركز هناك أسرة شاغرة والحمد لله. وتؤكد وزارة الصحة ضرورة الاستمرار بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات البشرية، وأن التزام المواطنين بهذه الإجراءات سيكون كفيلا بخفض أعداد الإصابات. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.